الركن الثاني من أركان الإيمان. طوين أصا إيمان بلاريسا. أن إيمان بالملائكة. التأيمن أسكو إنك ليه. كيف نؤمن بالملائكة؟ متى نؤسكم ما إنك ليه؟ نؤمن بأنهم عالم غيب غاب عنا لا نراه. ما أسكم ما التهوى الطوي السماء المصاء من السمين نسين ما تأيبدنا هيتا. لا يعلمون الغيب. إما تيرا أي 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 أنسين سميتا ما إمنا. خلقهم الله. الله سبحانه وتعالى نهيتا. ولا يطيعون لا يعصون الله سبحانه وتعالى. هيبت هيبت من الله سبحانه وتعالى كسكين أهي. نؤمن بأن لهم أرواح. أسكم التهيل أن رايا وأجساد يتهيل أبط اللي كوكه الرايات وعقول يتهيل أن أيبط وقلوب يتهيل أن سلمت. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام طول استمع التقايك إن كنت أبط ولا مصر. ونؤمن بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء مثل جبريل عليه السلام يا أسكم مسيح متى الله سبحانه تنكرتهم من الأسماء جبريل استمع. ونؤمن بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أعمال مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي اسم الكسيب يا أوسكم مسيح تمت الله سبحانه كارتون ما إلا جبريل هن انتهت بستان. ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاتهم يا أوسكم مت الله سبحانه كارتون ما إلا هيدا أمنا سوكسستان. ونؤمن بجميع الأخبار التي جاءتنا عنهم يا أوسكم ما كايكين أصيهم مت ما إلا كرت مت ما كرتون ما إلا هيستان.